السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار معاكم؟ وسام سام موي وعمر الضفراوي جاد فيرست. يعني مش لازم اعرفكم بيه، هو مكسر الدنيا اليومين دول. انا وعادي ما عنديش اي مشكله ان اقولها، انا فان ليه. يعني انا عارف كلكم سام موي وبتاع، بس عادي ان انت تبقى فان لحد تاني. ليه؟ انا عاجبني اللي هو بيعمله، وحاسس انه هو الفيوتشر. عندي احساس انه ده هيبقى نجم. هو اوريدي نجم طبعا، بس احنا بنتكلم في ليفلز. فعمر هيحكي لنا دلوقتي قصه حياته من اول ما بدانا لغايه ناو. انا متحمس ان احنا نصور مع عمر، لانه خلي بالكو رياضه الام ام اي، ام ام اي تجمع كل حاجه بقى، فاهم؟ لانه في ناس بتلعب بوكسنج، ناس بتلعب في حاجات كتير قوي. كيك بوكسنج انت مثلا عمر بتلعب ايه؟ بص، أول على الاساس البيس البيس بتاعي، انا لما ابتديت كنت ابتديت مع مدرب كان اداني سوم اوف ايتش، وبعد كده سافرت بره بعد 6 شهور لما ابتديت اللعبه في 2016، وشفت بقى فهمت انا بقى فهمت اللعبه، شفت بقى اللعيبه اللي انا عايز ان شاء الله في يوم من الايام ابقى كومبيت على المستوى بتاعهم. واي سو لوت اوف يو اف سي فايترز، فهمت الفايت كامبس بتتعمل ازاي، فهمت اللعبه محتاجه ايه. فلما رجعت مصر ابتديت اتمرن كل لعبه لوحدها، ايه الحاجات اللي ممكن نقول انا كويس فيها وانا عندي ادفانتج حلو فيها؟ البوكس والجيجيتسو. اوكي، اشتاك ماتش كده. انت بتحب تكنترول على الفلور، يعني بتحب تاخد حد تشيل بقى؟ يعني عندي مثلا 10 فايتس فيرست راوند فينيش تي كيو، اللي هو بتنزل تحت وبضرب لحد ما الحكم ايه يخش يوقف. تاب اوت ولا لا كيو؟ لا كيو. تيكي تكنيكال نوك. انا بضرب ومعظمهم كان في كم منهم دكتور ستوبج، اللي هو تفتح في الوش بالكوع فالحكم بيوقف الماتش، او الدكتور خلاص بيان نهايه النزال. فانا بحس ان انا الانستينكت بتاعي انا اجريسيف قوي قوي على الارض، يعني حاسس ان ده ممكن يبقى البيرك بتاعي. زائد ان انا دلوقتي ركزت في الجيتسو، بقى لي فتره طويله بلعب جيتسو دلوقتي مع شرف في سيستر كوستا هنا اخر الشارع. فبس حاسس ان الجيتسو بتاعي is something to be reckoned with. ولعبت اربع ماتشات بوكس احتراف والحمد لله كسبت الاربعه، انا undefeated in professional boxing. ما شاء الله. انت دلوقتي طيب بصوا، احنا هنقعد ايه عشان ما نزهقش. انا كنت حابب معاه من الاول خالص، لان انا شفت له صوره خطيره، خلي الاديتور يرفعها لكم. الصوره دي عجبتني قوي لان هي لمستني شويه انا شخصيا، عشان كده بقول لكم انا فان لي. بص، انا كنت بلعب كاراتيه وتايكواندو من وانا صغير، نفس الصوره دي نفس السن ده، كنت شيء قوي ابوي عايز يهدني باي طريقه عشان ابطل المشاكل، فكنت بروح اعمل الحاجات دي. المهم، فانا شفت صوره ليه وهو عامل كده وهو عيل صغير خالص، وبعدين ناو. انا طبعا ما كملتش في الطريق ده لان انا عندي مشكله في الايموشنز. يعني كان حتى المدرب كان بيقول لابويا، بيقول له ابنك متخلف عقليا. انا نفس الحال والله، بس يعني it took me some time بصراحة ان انا not to get emotional في اللعبة، لان انت بيبقى في thin line كده ما بين الاموشنز وما بين البروفيشناليزم. هاجي لك يعني في نقطة. انا شفت نقطة عجبتني قوي اخر ماتش. طبعا بعمل my research، بذاكر مين جاي قبل ما يجي. فكنت بفرج على ماتش امبارح ليك مع سالم. فانتوا وانتوا on floor على الارض في حصل حاجة، الماتش اضطر يقف. وكان في كلام شد كلام بره وجوه. بس انا عجبني فيك انت حاجه، يو ديد نوت موف، انت احترمت انه ده مكاني. وعشان لما نكمل الفايت لا مش هتحرك بقى وابقى انا في حته تانية، او لا انا مستنيكم تخلصوا وات ايفر يو هاف تو دو، وبعد ما تخلصوا النقاش بتاعكم انا جاهز يا عم، انا على ظهري عادي كمل وبرضه هكمل. دي حاجه يعني شكرا ان انت يعني قلتها، بس دي حاجه فعلا انا ناس كتير يعني انت عارف الوسط طبعا المصري عامة. اي انت عندك كم سنة ناو؟ معلش دلوقتي انا تم 26 يوم 3/4. كمل. انت عارف بقولك في مصر انا there's a lot of judgment، الناس بتحكم عليا كتير، الناس بتتكلم كلام ملوش لازمة، عيال معيش كلمة ملهاش لازمة، بتقعد تشتم، تبعت direct messages. الفكرة حاجة زي دي 99% من اللعيبة اللي انا اعرفها هنا في مصر ما يعملوهاش، ان انت على الارض في بوزيشن معينه وتثبت عليها مهما كان اللي حصل. لا ده هو هيحاول ياخد ادفانتج على قد ما يقدر. يعني مثلا الماتش ده، ودي حاجه انا اخلاقيا عمري ما اعملها، انا خدت سالم حركه في راوند 2 جيلتين وكنت هخلصها. هي باست ماي جارد، حط صباعه في الانكل اللي انا لابسه، الشراب الانكل اللي انا حاطه في رجلي، وسحب رجلي منه.
الحاجات دي انا عشان واحد بحترم اللعبة عمري ما اعملها. هو ممكن ما يقصدش عادي، ممكن ما يكونش واخد باله. دي نقطة تانية الرولز. احنا برضو مش فاهمين الرولز. لا احنا المشكلة في مصر ان احنا يعني خلينا نقول ان احنا وصلنا الى حد ما، الى حد ما بنتطور، بنتطور واللعبة فيها شوية تقدم. بس انا سام اكتر واحد يعني مصري او 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 نشأ في اللعبة. انا على فكرة بتدفع 2016، انا لسه يعني جديد وانا طازة. يعني انا لسه انا كل بس بدأت تلعب مطوشة. لا ابتديت my first job cross. انت الصورة اللي انت بص انا وانا صغير بدأت اهلي. لا 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 ما انا هفهمك بس خدت بريك. الصورة الصورة اللي انت شفتها دي ده لما انا كنت عايش في نيجيريا في 2002. يا لهوي انا كنت عايش في نيجيريا سنتين. في نيجيريا كنت بلعب تنس وتايكوندو وبولو. بولو اللي هي الحصان. في السن ده اهلي كانوا مهتمين قوي بموضوع الرياضه ده. واحنا في سن صغير لعبت كوره، لعبت سباحه، لعبت اللعبه الوحيده القتاليه اللي لعبتها كانت تايكوندو. كان في نيجيريا ما كناش بنلتحم، كنت انا واخويا مع نفسنا، وكان كل الشغل على البادز الابتشاجي بقى والبومتشاجي والبومزا والارقام والكلام ده. وخدت حزام ازرق في التايكوندو. ايه اللي هو زي ما حلو والله. اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو انا ما وصلتش الالوان دي. لا 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 انا وصلت الازرق سينير كمان. والاخضر الاخضر قبل الازرق صح؟ لا هو ابيض يلو يا ابيض وايت يلو اورنج. انا خدت اللي بعده اورنج مش فاكر ده. لا هو ابيض استنى ابيض اصفر ابيض اصفر اورنج ازرق لا اخضر ازرق بني اسود. انا تقريبا خدت الاغرب واخضر وروحت حاجه كده بس ضربت يعني ده تقريبا يا جماعه عشان اي حد بيلعب تايكوندو عايز يقول لك انتوا مش فاهمين واللي عارف يبقى يقول يا جماعه في الكومنتس احنا بالظبط عشان انا ايه الواحد بقى ياخد باله قوي. لا عادي الناس الناس مصر بتتعب. الناس انا مدرب وعندي لعيبه لعبت في كل حته في العالم. لو سالتني طول الكلاسيك على الوزن كام معرفش عادي بالظبط عادي مش بتاعتي. المهم يعني انا كنت وصلت الازرق ودي كانت اللعبه القتاليه الوحيده اللي لعبتها في حياتي. بس انا بقى كنت قتالي في الشارع يعني انا كنت بتاع شارع. انا كنت بتخانق كتير قوي وكنت بتاع مشاكل وكنت مشقلب المدرسة ومجنن المدرسة. فاهلي كانوا بيلعبوني رياضة عامة ان انا افرغ طاقتي. بس جيت في انا طول عمري كنت عايش برا. جيت مصر في 2000. كنت عايش فين؟ كنت عايش في السعودية وفي نيجيريا وفي امريكا. انت شبهي قوي يعني. كويت امريكا مصر. بس فلما جيت مصر في 2008 كنت بلعب كوره في مدرسه جيت خطير. مصر بقى الفاينل ديستنيشن خلاص بقى فاينل. لا ما هو يا ريته كان فاينل ده. هم كيسوني وهم جم فاينل وخلعوا على كندا وانا قاعد دلوقتي. جابوك سابوك هنا ومشي. انا عايش لوحدي بقى 4 سنين. حصل مع نفسك بالظبط. فطبعا اتوصف عشان انا لما ابتديت اللعبه ما كانش في اي حد ده يعني. ما كانش عندي اهل، ما كانش عندي حد سبورت، ما كانش موجود في البدايه. دي نقطه مهمه قوي انا عايز اتكلم عنها. وبصراحه this is about where God first came in. قبل بقى ما ننط الحته دي فبقول لك جيت مصر في 2008 2009 2010 كنت بلعب كوره كده خفيف 2011 12 13 بقى كنت بلعب بقى اي حاجات تانية يعني ايه الحمد لله الواحد بطل يلعبها. وكنت ألعب الرياضة بقى وكنت بصر وحفلات وكنت مقضيها لحد 2013. اتخرجت من المدرسة مفيش جامعة عايزة تاخدني عشان الاسي تي سكورز بتاعتي كانت واطية. وفي جريد 11 انا كنت في اي اس. جيت مصر جريد 8 9 10 11 جريد 11 اي اس قالوا لي لم حاجتك وفي نهاية السنة اتكل على الله. رحت دخلت مدرسة كانت جنب البيت اسمها نورمر. قعدت سنة في نورمر خلصت. ايه يا معلم مفيش جامعه. طب يا حاج عايزين نسافر. لا انت مالكش سفر. ليه هو كده انت بالذات مفيش سفر. طب ما انا اخويا مسافر. لا مفيش سفر. طيب تمام اقعد بقى ذاكر اسي تي. قفلت على نفسي علقت عقله كده عندنا برضه بيت فاهم حته كده محاره. طلعت علقت عقله فوق. ابتدى اخويا كان عنده بي 90 اكس ابتدى العب بي 90 اكس. كنت بطلع عندي عقله. قعدت 2013 من شهر 7 مثلا ما لسه خلص شهر 6 7 لحد جانوري 2014 ما بعملش حاجه غير ان انا بذاكر اس اي تي
وكل يوم بطلع اتمرني ساعه ونص ساعتين اتليست وبس. وكان هنا في اصلا حلم ام ام اي ولا لا؟ لا 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 احنا كل ده سراب. وكنت بالظبط ماشي على الميل بلان دي، علبتين تونه ونص كيس بطاطس مقليه محمره. انا بقى كنت عاونت جرو، ف ولا كان في بقى نوتريشن ولا جايد لاينز. وبصراحه في 6 شهور يا سام عملت فورمه قاتله بالنسبه اللي انا كنت فيه. انا مش كنت اندر ويت، انا كنت اندر جراوند يعني. بس ف بعد ما عملت الفورمه دي، واحد صاحبي عرفني على بار برادرز. بار برادرز وورلد وايد موفمنت بتاعت كاليستانكس. ابتديت اتكلم معاهم، كان لسه بتاع 10 ريبريزنتاتيفز في العالم. النهارده اتكلم 50,000 ريبريزنتاتيف. لا والله. اه والله. واو. اتس بيج موفمنت يعني. بس وبعد كده ايه، كان احنا الشقه اللي كنت بتمرن فيها دي مخزن كله كراتين بقى، العفش بتاعنا بتاع نيجيريا، مش عارف ايه حاجات بقى اللي هو throughout the years كلها. انا خلاص بقى راجعين بقى مصر final destination بقى. فالكراتين دي كانت مرصوصة في الأوضة اللي انا بتمرن فيها كده بحرف يو. فواحدة واحدة ابتديت كده ايه من نفسي، اللي هو نزلت لقيت كاوتشات نص نقل مرمية في الشارع، كان التجمع لسه مهجور وكان في كاوتشات نقل في كل حتة، نزلت سحبتها فاهم، طلعتها على البيت فوق بقى، اللي هو كنت عايز اعيش الرو اللي هو بس. والكراتين دي بقى ايه، كنت كل يوم اخلص تمرين واطلع اجري كده زي الفار تا 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 واضرب اي حاجه. النوكلز بتاعتي كلها معلمه على الكراتين دي. ابويا طلع في يوم مسكني، يا ابني اللي انت عامله ده كراتين مش بس. ومن ساعتها بقى وابتدى يبقى عندي حته ايه، I wanna become a fighter. كل ده انستنكت جوايا. بعد كده انا كان في فيديو يعني انت بدات عايز تزيد لا عايز اعمل كده محبوس. لازم تخلص مذاكره، لازم اخلص مذاكره وبطلت بقى في البيت عشان انا باللي موجود عقله. هي عقله باب اصلا، مش هقول لك بقى كانت عقله بس. وطبعا بقى كل التوكسنز، اي حاجه بقى سجاير دخان بتاع اي حاجه بطلتها. فضلت اتمرن 6 شهور دول بقول لك. بعد كده الدنيا اتطورت شويه، قلت لابويا معلش عايزك تخلي حداد يجي. كان عندنا حته كده كبيره في البيت فاضيه، قلت له عايز تعمل لي فيها مونكي بار وعقلتين ومتوازي، وعملتهم ونزلت جبت ساند باج معاها. اوكي. الكلام ده في اول 2017 لا اول 2014. وقعدت كده سنتين بضرب في ساند باج عشوائي. هنروح نصور عنده تمرينات طبعا عشان الناس عماله تفكر ايه ازاي وفين وكام. عملوا بقى ايفنت كان جمال مبارك فيه وعلاء مبارك ومش عارف ايه، ودول بيتمرنوا مع مدرب اللعيبه ان انا هلعب ضدهم. ده هي ضربه منهم تجيب اجلك. هنقول احسن 5 منظمات في العالم بريف ان انا ماضي معاهم دي ممكن تبقى واحده.